كما كتعرفوا هاد الظاهره ديال الازمه المائيه اللي كيعيشها العالم، والمغرب حتى هو واحد من هاد الدول اللي كتعيش هاد الازمه المائيه. مقاطعه السيد البرنوصي بالدور ديالها كمنتخبين وكناس صاهرين على على المصلحه ديال المواطنين، المواطن المغربي ديال البرنوصي باقي ما واعيش بهذه الظاهره والازمه ديالها والمخاطر ديالها اللي غادا تكون. حنا كمؤسسه منتخبه يجب باش نديروا هذه الندوات باش نحسوا بالمواطن بهذه الازمه ونشوفوا المخاطر ديالها والايجابيات ديالها. وحنا في سيد البرنوصي كما كتعرفوا محظوظين، عندنا واحد العين ديال سيد البرنوصي اللي يجب الاستغلال ديالها بواحد الشكل منطقي علماني، شكل يعني مواصفات حديثه باش على الاقل نتغلبوا على الازمه اللي كتعيشها الضرب اذا كلها بصفه والمغرب بصفه عامه. المشكل ديال الساقيل، المشكل ديال الماء الشرب، المشكل ديال بزاف، يعني خصنا نفكروا بواحد الرؤيه جديده باش نستغلوا هذه العين بشكل منطقي. يعني فعلا المقاطعه ديال السيد البرنوصي جزء من جامعه الدار البيضاء، ملي كنهضروا على المقاطعه ديال البرنوصي كنهضروا على جامعه الدار البيضاء، وهذه الندوات ان شاء الله غتعمم على جميع المقاطعات باش يوصل هذه الفكره ديال الازمه ديال المياه لجميع المواطنين والمواطنات باذن الله. كننظموا اليوم ندوه بطبيعه الحال حول مشكل ديال ندره الماء. السياقات اللي كتجي بطبيعه الحال في هذا الاطار هو انه العالم اليوم كيعرف تغيرات مناخيه اساسيه. هذه التغيرات المناخيه ابرزت واحد المجموعه ديال الظواهر، منها بطبيعه الحال الجفاف، منها بطبيعه الحال الشح ديال الامطار، منها النبض ديال الانهار، منها بطبيعه الحال التقلص ديال الفرشه المائيه، التقلص ديال حقنات السدود، يعني طرح مشكل كبير. وصاحب الجلاله نصره الله بطبيعه الحال في اخر خطاب ديالو ديال الجمعه 14 اكتوبر 2022 ديال الافتتاح ديال السنه التشريعيه من الولايه التشريعيه 11، نبه طبيعة الحال وضع النقط على الحروف فيما يخص بطبيعة الحال هذه الإشكالية، وبالتالي قال بأنه راه إشكالية عويصة، وحاول ما أمكن أنه يشخص طبيعة الحال الوضع اللي كاين اليوم في المغرب، وحاول ما أمكن أنه يعطي توجيه ويدير واحد النداء باش حاول ما أمكن أن كل شيء ينخرط في مجهود وطني لمواجهة طبيعة الحال هذه المعضلة الأساسية اللي عندها ضرر على الإنسان، عندها ضرر على الحيوان، عندها ضرر على جميع المكونات ديال الطبيعة. وبالتالي احنا بالنسبه لنا في اطار التجاوب مع النداء الملكي في المقاطعه ديال السيد البرنوصي قررنا على اساس انه نديروا هذه الندوه. وحنا بالنسبه لنا علاش اكدنا على انه تكون البرنوصي، لان عندنا واحد العين ديال السيد البرنوصي، بغينا على اساس ان نشوفوا السبل ديال استثمار طبيعه الحال هذه العين من اجل على اساس ان نحلوا واحد المجموعه ديال الاشكاليات وتكون هي معوض بطبيعه الحال بالنسبه لهذه العمليه ديال الشح ديال الامطار. وبغينا انه نبداو نقوموا بحملات ديال التوعيه والتحسيس لدى المواطنين، لان المواطن مسؤول اليوم، المواطن هو اللي كيبدل الماء، هو اللي كيستعمله بشكل عشوائي، هو اللي كيدير. بغينا نحاول ما امكن نبهوه على اساس انه يرشد الاستعمال ديالو ويحاول ما امكن انه يحافظ عليه.